السلام عليكم، وياكم حسين انجل. اليوم حبيت اشوفكم الجاوا فينش. طبعا مثل ما تشوفون هذا اللون مو ابيض العادي، هذا اللون الالبينو، العيون حمر. طبعا انا سابقا شارع عنه، مثل ما تشوفون هذا اللون الابيض الالبينو، عيون حمر. انا التصوير سويته من فوق حتى هوايه هم نعرف فروقات واشكاله. طبعا مثل ما تشوفون هاي الطيره باستيل، اللون مالتها باستيل، تنطي اللون الالوان الحلوه تطلع من عندها. بالنسبه للسيلفر موجود السيلفر، هذا فحل، هاي الباستيل، وهاي الطيره، وهذا الفحل العيون حمر الالبينو. بالنسبه مواد التحشيش، افضل شيء واحسن شيء اللي هو الحشيش اليابس، يعني يعشقن هذا الشيء ويحبنا بالنسبه لمواد التحشيش. بالنسبه للفروقات، الفحل يقرا والطيره هم ما تقرا، هذا الشيء متين من عنده، كلهن هذا الصفه بهن موجوده بداخل الفينشات. بالنسبه انه شلون نريد نعرف احنا مثلا بداخل المحل هواي اكو طيور، وريد ابو المحل يبيع لنا، يعني مو ماله بلا نعزل انتظر الفحل قرا او ما قرا. انه التصوير انا سويته مو فوق حتى مبين عندنا اللون المنقار بالنسبه للابيض، بالنسبه هواي لون المنقار راح يصير اطوخ من الطيره. العلوه اللي موجوده داخل المنقار الفوق راح تصير علوته اعلى من الطائره. بالنسبه حتى الاطواخ بالالوان، انه مثلا اذا كان سيلفر، اذا كان جوزي، اذا كان عسلي، فهاي موجوده يصير الفحل اطوخ بالشكل مالته، يعني يصير مميز بالالوان مالته، يصير شويه الوانه كلش غامضه، مو مثل الطائره شويه فواتح. اهم شيء الطيور، طبعا اهم شيء بالانتاج ترى هاي ما تحب طيور، انا انتجتها مفرد وجماعي. الجماعي افضل شيء بتجاوب، يموت على هذا الشيء، يعني شلون نقول السله واهز، الطاير يتقامز يتعارك يشيت منا يجيب منا ياخذ منا يبوب، طير يحب انه هو يكون يمه اصناف الجاوه يمه زين. بس مالت عزله الزوج وحده راح ينتج، بس راح يطول عندك شويه وراح يتعبك، لان شلون نقول صار عنده حاله الملال يمل. انه بالعكس تخلي لك زوجين بخانه حلوه ومرتبه حشين، وراح تشوف انتاج بعد افضل واسرع واحسن، لان طير اجتماعي خاصه ويا نفس الفصيله. بس يا ويلك اذا خليته ويا فصيله ثانيه، يا ويلك يدمروا لك الدنيا كلها. طير عدواني بشكل مو طبيعي، مو طبيعي. ان شاء الله راح نشر على هواية طيور عدوانيه خصوص هذا الشيء الجماعي او المفرد. اهم شيء انه لازم ناخذ معلومات على هذا الشيء، انه هاي المعلومات مهمه. اذا اليوم اني حطيته باقي الطيور، فاتاكد انه طيورك راح شويه تتاذى بضربه الجاوه، راح يروح يهجم على البيوت البقيه، يهجم على البيض، على الاميات، فعنده فضول بهذا الشيء ومو صحيح. انه لازم تكون فئه نفس الفئه، وماكو اي مشكله بالجماعي يشوف ينتج بطريقه صحيحه، ولا فضل زوجين ثلاثه خانه كبيره ما عليه مشكله. هم الاعداد الهوايه هم تصير بها مشاكل، وتصير بها منافسات، وتصير بها هوايه امور مضاربه. ان شاء الله راح اشوفكم انتاج هذا. طبعا هذا جوال بيض الالبينو، وذليش هم كواهن بيض، ان شاء الله راح اشوفكم انتاجه. تحياتي وياكم حسين انجل، مع السلامه.